تعالى. أنا كنت أقارن بين المجتمع المصري اللي عنده تدين حقيقي في الثلاثينات لحد السبعينات وبين المجتمع الذي عنده تدين مظهري منذ دخول الدين الوهابي على إلى مصر بعد الغزو. وفي الدين الوهابي؟ في دين وهابي أسسه محمد بن عبد الوهاب أحد المجندين من المخابرات البريطانية الذي عملوه إماما صنعوه إماما وقالوا أنه مجدد. ليه ما قلش الطريقة الوهابية؟ ليه دين؟ لا هو دين لانه ملوش علاقه بدين الاسلام. دين الاسلام لا هم عاملين دين لوحدهم وبينصبوا على الناس ويقولوا انه مذهب من مذاهب الاسلام او فكر من افكار الاسلام. اتفضل. قبل انا اسال كل اسره مصر.